والمزيد تنضم إلينا من جنيف مفادتنا إلى هناك لينا جيمون. لينا أهلا بك، آخر المستجدات لديك بشأن ما نتج عن مؤتمر جنيف هذا اليوم. مرحبا محمد. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف التقى الزعيم الروسي للإسماعيليين أغا خان الرابع، وبعد الغداء استمر الجزء الثاني للمؤتمر الدولي حول سوريا في جنيف، حيث يناقش المشاركون في المؤتمر مبادئ التسوية السلمية للأزمة السورية وتشكيل الحكومة الانتقالية في البلاد وشروط تنفيذ خطة كوفي عنان. وقال مصدر دبلوماسي خلال الغذاء إن خطة كوفي عنان ستتعرض لبعض المستجدات، لكن ليس لدينا أي تفاصيل حول هذا التصريح. إذا نتوقع في هذه اللحظات ثلاثة مؤتمرات صحفية للمبعوث الأممي كوفي عنان ووزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. أما التوقعات بالنسبة لي نتائج هذا المؤتمر فتختلف جدا. وقال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيك سابقا إن موسكو والدول الغربية لم تتوصل إلى اتفاق مشترك حول سوريا، وأن النقاش يبقى مفتوحا، وأن هذه المباحثات في جنيف ستكون صعبة. من ناحية أخرى أشار وزير الخارجية الروسي لافروف إلى أن المباحثات الروسية الأمريكية أمس كانت مثمرة جدا، وأشار إلى أنه لم يسمع أي إنذارات نهائية من الجانب الأمريكي، أمر إيجابي قد يعطي فرصة للتوصل إلى قواسم مشتركة. إذا ليس لدينا أي تصريحات حتى الآن، نتوقع نهاية الجلسة الثانية للمؤتمر وننتظر إلى تصريحات جديدة من قبل كوفي عنان وهيلاري كلينتون وسيرجي لافروف. إذن لينا جيمون مفادتنا إلى جنيف، شكرا جزيلا لك، ونتابع معك كل